الحين ما في طلعة بس حب التلفون منك والايباد منك. هلا شو اخباركم؟ اليوم بسوي مقلب رسوب شفا. استلمت شهادة شفا، شوفوا درجاتها ما شاء الله ناجحة ومتفوقة بعد. اوكي، فكرة المقلب اني انا طبعت شهادة ثانية فيك، اوكي، وفيها درجات راسبة. شوفوا او ماي جاد، يعني راسبة، وبقولها شفا ان انتي رسبتي، بس هو الحقيقة لا، شفا ما شاء الله ناجحة وبلونها باللون الاحمر، اتاكد ان هي راسبة صدق. اوكي، وشفا ابدا ما تحب الرسوب ولا احد يحب الرسوب اكيد. شوفوا بخليها في الماث راسبة من الرياضيات والساينس، حبطهم باللون الأحمر عشان يبين إنه صدق راسبة. أوكي، الله يعيني على شفا، يا ربي يكون مقلب حلو وخفيف ويضبط. وقبل ما نبدأ لا تنسون لايك وشير سبسكرايب. يلا نبدأ نسوي المقلب في شفا. شفا شفا تعالي. شفا ها، عندي خبر لك ممكن حزين. شو لسه فوق السرير بروح أقول لك. يلا الصبح اليوم رحت المدرسة استلمت شهادتك حق هاي السنة. ايه اوكي، توقعين كم نسبتك؟ 100. لا، هالدرجة واثقة من نفسك فيها؟ كم زين كم؟ جبتي زينة دويحات، رسبتي في مادتين. اوه نو، يعني هالسنة بتعيدي السنة. شلي في الماث والساينس رسبتي. نحليت الامتحان صح؟ ما يخصني، شوفي انتي هاي الشهادة مالتك اوكي، يعني بس لين دويحات وراسبه في المادتين، وكل يوم قاعد تجيب لك ابلات درستش في البيت وقاعد نتعب وها ها، اخر شيء راسبه في مادتين والساينس والماث، وانت اصلا شاطره فيهم، كيف رسبتي فيهم؟ كنت شكلك رايح الامتحان مش دارسه. الا دارسه؟ لا، ايش ليش راسبه؟ اوكي، كيف راسبه؟ ايش يخصني؟ يمكن هم خربطوا. شو خربطوا؟ ساينس والماث، شوفي شوفي الدرجه 58 55، انت كل يوم تدرسين اخر شهر الدرجات؟ كلهم تعبين وجايبين لك مدرسة خصوصية وأنا درست وأمي درست وكل بيتي درست. أدرس صح؟ بعد تبين حفل التخرج بعد؟ أدرس صح؟ أنا كنت حافظة الامتحان. حافظة ولا فاهمة؟ حافظة فاهمة. بين عليك شو راسبة مادتين. لا، وبعد هاي أسهل مادتين ماث والساينس. هاي أكثر مادتين أحبهم، كيف رسبت فيهم؟ ما يخصني، شوفي كيف رسبوا. انا اكثر مادة احبهم، مادة احبهم. حليتي غلط، شو كيف رسبوك؟ انا حليته صح. هالمرة ما في سفرة وايبادش مسحوب وتليفونش مسحوب، خلاص خلي الايباد يفيدك. ما في خلاص ولا طلعة ولا شيء ولا حفلة ولا هدية. كنت وعدتش هالسنة اشتري سكوتر كهربائي اذا نجحت، تذكرين؟ هالسنة عشان رسبتي ما في سكوتر كهربائي. ذكرني من الله، يمكن غلطة صارت. كيف رسبت في الرياضيات والعلوم؟ هاي أكثر مادتين أحبهم. أنا ما يخصني، جايبة 58 وجايبة في الساينس 55، يعني كنتي بس تمثلين إيش تدرسين، بس ما كنتي تدرسين صدق. رسبتي أنا شو أسوي؟ ها الشهادة عندك قدامك وراسبة، تتكلمين بعد؟ أنا حسيت إنها بتكون نسبتي 95. طلعتي راسبة آخر شيء؟ هاي النتيجة بالدلع؟ طلعتي راسبة. كيف كلهم ما ادري، ما يخصني، شكلك قاعد تدرسين بس يعني الخفيف، ما قاعد تشدين حيلك هالمره. اخر شيء تطلعين راسبه؟ انا فشلينة؟ درست صح. درست صح، انت هاي شو النتيجه؟ شو ردت فعل امي توقعين؟ ما ادري. تعصب وبتزعل وبتبكي بعد يمكن. لانه ما تتوقع ان انت ترسبين. ما ابي. شو؟ عبد الله؟ ها شوفي؟ تخيل شو صار؟ شو صار؟ شفا رسبة في المدرسة. ها؟ اليوم استلمت الشهادة طلعت راسبة. وين الشهادة؟ تحت، خليتها تحت الكرسي. قومي خليها شفا. ما أدري. قومي. ما أدري. شفا عيب، خليه يشوف الشهادة. راسبة بمادتين؟ بالعلوم والرياضيات، تخيل؟ جايب لها مدرسة خصوصية وآخر شيء راسبة. شو ليش رسبتي؟ شو السبب؟ ما تدرس. انا درست صح، حفظت صح. اوكي، شو السبب؟ انا ما خصني، اكثر مادتين احبهم. الحين ما في طلعه بس حب التلفون منك والايباد منك. عبد الله عصب، شوفه. شوفه. بعد امي ما عرفت. شوفه.
ما ادري لا ما تدرسين ما تدرسين كل ساعة اقول الشفا درسي زيادة درسي اخر شيء راسبة ليش حزينة روحي درسي يلا يلا امسكي كتاب رياضات وقولي لهم روحي درسي مامي والله اول مرة اشوف راسب و اتكلم بدل ما تقومي تروحي تدرسين تروحي تصيحين ادرس صح كيف رسب هذا كنت مدرسة غلطانة انا متأكدة شو مدرسة غلطانة روح عند المدرسة يعني نقول لهم انتم غلطانين ايه اذا قالوا صج راسبة شلي من الايباد شلي مني كل شيء يعني انت متأكدة ليش ناجحة متأكدة متأكدة كيف كنت كل هالايام ادرس احفظ اخ شيء راسبة ما يخصني انت راسبة شو شهادتك انت ما قاعد تدرسين قاعد تلعبين روح عني شو روح عني انا اول مرة اشوف واحد راسه بتأكد انه هو ناجح يعني المدرسة غلط مستحيل المدرسة يغلطون هاي شهادة خلاص عادي خلاص انا حرام ما بزعلش زيادة اوكي خلاص عيدي هالسنة ودرسي رياضات وعلوم تعرفين اصلا الراسبين ما حيتكلم معاهم بس كده تتكلم معاي شو بس كده تتكلم معاي لا تتكلم معاي روحي خلاص روحي اطلعي براك روحي شو روحي انتي راسبة المفروض اليوم ما يطلع صوتش صندي راسبة خلاص ما حيتكلمش ما في هدايا ما في شيء ما بزعلش عادي عيد السنة ما قلت عيدها خلاص صديقاتي بيكونوا صف خامس من صف رابع وإن الله من رجوع الحمد لله أنا شو دخلني أنا شو دخلني كيف حسبتني كل يوم مدرسة شفا لا تبكين لا تبكين أنت مو صغيرة شفا شفا بقول لك شيء شو شيء فرح شوايد شو مقلب اشوف هاي شهادتك الاصلية وانتي الناجحة ما شاء الله بالله شوفها كلها حلوة شوف مبروك النجاح ما فيش زعلتي صدق يوم كنتي راسبة حبيبتي الله يسعدك يا شيخة حبك يلا شاطرة ناجحة والله تخيلي كنتي راسبة شو كان كردة فعلت؟ نفس قبل شيء حزن؟ اوكي الحين فرحانة وايد بشوية وايد نصرة النجاح يلا مبروك التخرج يا رب ومنها للأعلى اوكي هذه كانت شهادة الرسوب الفيك تبا معصبة منها؟ قهرتك شوفي كيف كان المقلب؟ ابدا مو حلو بس بعدين شو صار؟ يلا بس ها كان بيد اليوم ان شاء الله عجبكم عسى باي نحبكم يلا مبروك حق كل تخرجوا ونجحوا اوكي والراسبين ان شاء الله بعد تنجحون وباي باي, باي.